عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة كده من يعني من البشاير بتاعة رمضان شوية. هنعمل كنافة بالقشطة. هنعمل مع بعض خطوة خطوة الكنافة. طبعا انا كانت عندي في الفريزر، فبتبقى سهلة اوي ان انت بتقدري تفركيها كده غير ما بتجيبيها وهي لسه صباحة. اول حاجه هعملها، احنا هنمشي خطوه خطوه من غير ما اقول مقادير ولا حاجه، هنمشي انت هتعرفوا المقادير لوحدها. اول حاجه هاخد الكنافه بتاعتي كده اهي، وهبتدي احط عليها السمن. هجيب الاول سكر بودره احطه عليها الاول، وبعدين احط السمنه. هاخد كده قد ده، طبعا كيلو كنافه، فهاخد قد 4 معالق من السكر البودره كده، او 3 معالق كفايه اهوت، 3 هرميين كده، وهبتدي اقلبهم كده كويس. وعايز حاجه واسعه شويه، هنجيب حاجة أوسع شوية لأن دي ضيقة، هحطها كده في حاجة أوسع كده اهو، عشان تاخدي راحتك وانت بتبسيها بالسمنة كده. هقول أقلب كده السكر، أقلب كده السكر. أنا مش هطفي الكاميرا، هسيبها واحدة واحدة عشان كلكم تتعلموها صح. هبتدي اخد السمنة بتاعتي، انا مسيحاها، وابتدي اشربها كلها من السمنة. لازم كلها تشرب سمن. هقلبها كويس وارجع لكم. انا كده خليتها شربتها السمن بتاعها كله. بصوا كلها بقت شاربه سمن ازاي، شربتها السمن. اسيبها بقى لما تشرب شويه ونعمل ايه، وهنبتدي مع بعض بحاجه تانية خالص. انا عندي هنا العسل عباره عن 2 كوباية من الميه على 2 كوباية من السكر، وعليهم 1/2 عصره ليمونه، وفي الاخر خالص نبقى نحط له ايه الفانيليا بتاعته. تمام، ده كده هحطه على النار وهوريكم الخطوه الجايه ايه هي. كده احنا حطينا العسل يستوي على النار. دلوقتي هنعمل القشطه اللي احنا هنحطها في الوسط بتاعت الكنافه. يعني احنا هنعمل كنافه بالقشطه دي. القشطه بتاعت القشطه ايه، عباره عن 1.5 كوباية من اللبن، هحط عليهم معلقة من النشا، معلقة واحدة كده اهي بس، مفيش اكتر منها، او نص معاها اهو. تمام، وعندي قشطة لما تستوي خالص، بس احنا مش هنحط في دي سكر لان احنا هنسقي كنافة عسل، فلازم تكون القشطة بتاعتنا دي العادية اللي بيسموها القشطة الكدابة. تمام، يعني بنعمل مهلبية بس من غير سكر. ماشي، ونقلب كده كويس اوي النشا في اللبن اهوت، نقلب كده كويس. واول ما الاقيها ابتدت هتغلي معايا وهتستوي، عندي انا قشطه هروح حط اللي هي القشطه البلدي بتاعتنا بتاعت وش اللبن، هروح حطها عليها. ممكن تحطيها او ما تحطيش براحتك، دي حاجه اختياريه يعني. انا دلوقتي هاخدها ونروح على النار بقى ونشوف احنا هنعمل ايه. طلعت النار، هحط المهلبيه بتاعتي اهيت او القشطه بتاعتنا، ومش هسيبها طبعا، لازم هفضل اقلب كده عشان النشا بتقعد في الارضيه اهو لحد ما تقوم وتغلي معايا، وهوريكم هنحط القشطه ازاي. شايفين هتبتدي تغلي، هتحاول تبتدي تلف معايا. هحط لها، انا عندي القشطه هنا محوشاها في كيس طبعا اهي، هحط حبه كده منها. تمام، وأقلب
صدقوني وشتة قشطة اللبن دي بتبقى خطيرة اهي. لحد ما يلف بس. والقشطة كده عندنا خلاص غليت اهي. طبعا هي لما بتبرد بتتخن شوية، عشان كده انا مش عايزاها تبقى تخينة قوي ولا خفيفة. نرجع بقى نروح للكنافة بتاعتنا. هنجيب الصاج بتاعنا ونحاول ان احنا ندهنه كده بالسمنة اهوت. وهنبتدي ناخد نص الكنافة بتاعتنا اهي. ده نصها اهو. ونبتدي نحطه في الصاج. طبعا الليل السمنة لما تسقع بتجمد، بتخلينا ايه، بتخلي الكنافة بتكلكع شوية. ما تقلقيش ابدا، فكيها بايديكي عادي وعلى مهلك وما تستعجليش خالص اهو. كده احنا ظبطنا الصاج بتاعنا خلاص اهوت. كل حاجه بقت فيه تمام اهوت، كل حته فيه بقت مليانه كنافه. هبتدي هجيب ايه بقى، هجيب القشطه بتاعتنا ونبتدي نحطها. هنبتدي كده نسقي بقى القشطه بتاعتنا بالراحه كده هيت بشويش خالص اهي. اهم حاجة ما نجيش على الحروف خالص يعني. معلش دي كده راحت مني بقى، لابد منه. كلها كده زي ما احنا شايفين كده. تحطي الحبة الاول وبعدين تبتدي تشوفي ايه الفاضي وتحطيه. ممكن تحشيها كاستر، ممكن تحشيها في حاجات كتير قوي، ممكن تحشيها اللي هي النابلسي كده. كده تمام. هبتدي احاول على قد ما اقدر ان انا ارص كده بشويش الكنافة بتاعتي اللي هو الوش الفوقاني. زي ما احنا شايفين كده سهلة خالص، ما فيهاش اي مشاكل. وشوفوا بيجيبوها من بره بكام ويعملوها بكام، واحنا في ايدينا نعمل كل حاجة.
وانضف وضمن كل حاجة انت بتعمليها. وده كده صاج الكنافة بتاعنا او صينية الكنافة بتاعتنا، وصاج صغنن طبعا، بس كده خلاص وفردناها وبططناها براحتنا. هجيب بقى سمنة وهبتدي ارش على الوش بس كده خفيف، وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني تحت بس من غير فوق، ولما احس ان من تحت من هنا من الحروف بتلاقيها ابتدت تتحمر تروحي فاتحة الشواية عليها من فوق. وهقابلكم طبعا لما تيجي ونسقيها بالشربات وهوريها لكم هتطلع عامله ازاي. بتاعتنا اهي طلعت سخنه، هنجيب بقى العسل وهو سخن كده. الكنافه هي اللي بتحب العسل يكون سخن وتكون هي كمان سخنه اهو. هنبتدي كده نسقيها زي ما احنا شايفين كده. وبكده تبقى الكنافة بتاعتنا خلصت، سهلة بسيطة ما خدتش وقت خالص اهي. ما خدتش وقت مننا، يا دوبك ما كملتش بتاع ربع ساعة او تلت ساعة في الفرن على نار 180. وبكده زي ما احنا شايفين اهي، بصوا شوفوا الجمال بتاعها بقى اهي، كلها شربت العسل خالص اهي. هنسيبها برضو شوية طبعا، انا مش هقدر، كان نفسي قوي اقطع حتة واوريها لكم دلوقتي، بس هي طبعا سخنة جدا جدا، بس برضو هوريها لكم ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويكون سهل ولذيذ، ويكون يعني يكون عجبكم، نال اعجابكم. ما تنسونش بقى في اللايك والاشتراك والتعليق، وهقول لكم ايه، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد بطريقه جديده. اقول لكم ايه، باي باي، وكل سنه وانتم طيبين.